وقت مليء بالمرح مع كتاب مرح الإلكتروني. نتعلم أسماء الأشياء من حولنا، نغني، نمرح، يسألنا ونجاوب. كل هذا وأكثر، اطلبه الآن. ينجبنا مجريتا تتروني. نلعب لعبة البيتزا. مرحبا. مرحبا. شو بدنا نعمل اليوم؟ نلعب. نلعب لعبة؟ طيب ما قلت لي انت بتحب البيتزا اكتر ولا المعكرونة؟ بيتزا. اليوم اكل في المدرسة بيتزا. احكي لي شو نوع البيتزا اللي بتحبها؟ جبنة. مجريتا تتروني. نلعب لعبة البيتزا. انت اليوم الشيف، بدنا اياك تصنع لنا، تقول للناس كيف تصنع البيتزا. قولي لنا يا شيف ايش في؟ زيتون، بابروني، وجبنة، بس بدنا نحط التمرة. زيتون هذا. زيتون. ايش هاد المكونات عليها؟ بندورة وبصل. صح. زيتون، زيتون، بصل. شو هاي؟ هاي لحمة. لحمة. كمان بروكلي وجبنة. بعدين البروكلي. هاي بيبروني وبروكلي بحبها كثير أنا. وبيبروني. زيتون، طماطم، زيتون. شو هاي؟ كندورة. زيتون وبصل. هذا شو؟ هذا زيتونة. زيتون. سوينا مكونات البيتزا. خليها تقلبي فرن. تسخن شوي. شكلها طيبة كتير. شو بدك تعمل هلا؟ هسا اقطعها. ناكل البيتزا هسا. انت شو بدك تاكل؟ جبنة. الله زاكي كتير عب البيتزا. باي. هل تشعر بالملل؟ حسنا، تعال معي لنغني ولنلعب في تطبيق عالم مرح، متوفر في جميع أسواق التطبيقات. حملوه الآن.